ما حكم التصوير بكاميرات الفيديو؟ يا أخوان، حنا قلنا لكم في قبل الأذان ما يجوز التصوير بأي وجه كان لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إلا ما استثني للضرورة، أفتى به العلماء للضرورة، صور البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذا للضرورة، لأن الله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة. أما التصوير للذكريات أو للفنون أو غير هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد. نعم.